ويبقى معنا مراسلنا من محافظة أبيان عثمان عامر. أهلا بك عثمان، ما هي آخر التفاصيل المرتبطة بالأحداث الميدانية والتفجيرات الإرهابية في مودية والمحفد؟ لا يكاد يمر أسبوع إلا ويكون هناك عمليات تفجير وزرع عبوات ناشفة في مديريات شرق أبين، بالإضافة أيضا إلى استهداف سيارة أو مركبة عسكرية في سوق لودر قبل أيام. هذه العمليات العسكرية التي باتت بشكل شبه يومي في هذه المديريات تؤكد على نجاح حملة عملية سهام شرق في محافظة أبين، والتي استطاعت من دخول هذه المديريات وتأمين كافة منافذها وطرقها التي تربطها بالمحافظات المجاورة، محافظة البيضاء ومحافظة شبوة. يوم اليوم تم تفجير عبوة ناسفة بين قرنين، قرن آل عشال وقرن آل مارم في مديرية مودية، واستهدفت مركبة عسكرية تابعة لأحد الألوية العسكرية الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق. هناك إصابات طفيفة، 4 جنود جرحوا في هذه العملية، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى مودية العام. أكدت مصادرنا في مديرية مودية أن الإصابات طفيفة جدا، يتم التعامل مع هذه الجماعات بشكل أسرع، وتم تأمين هذه المناطق التي نفذت فيها هذه العملية، وتم خسائر هناك أيضا التي واجهت المواطنين، وهي قطع الطرقات وتعثر المركبات من السير في الطريق العام الذي تعرض لزرع هذه العبوات وتناثرت الأسفلت والأرصفة بسبب هذه الانفجارات. نعم، أنا أشكرك عثمان عامر، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من محافظة أبين، شكرا جزيلا لك.